مشاهدينا على موقع جريدة أهل مصر، بنرحب بحضراتكم في بث مباشر جديد من داخل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس. النهاردة المحكمة تنظر ثالث جلسات محاكمة المتهم كريم مسلم المعروف إعلاميا بسفاح التجمع. طبعا المتهم وصل منذ قليل إلى المحكمة يعني وسط حراسة أمنية مشددة مكبلا اليدين، زي ما قلنا لحضراتكم ان النهارده طبعا المتهم وصل منذ قليل وسط حراسة أمنية مشددة مكبلا اليدين، وظهر عليه علامات الخوف والارتباك. تم ايداعه داخل قفص الاتهام، هيظهر وقت ما القاضي يأذن بظهوره امامه وامام هيئة المحكمة بالكامل. وزي ما قلنا حضراتكم النهاردة الجلسة يعني هيكون فيها مرافعة النيابة العامة. بشكر حضراتكم على المتابعة، وخليكم مستمرين معانا لمتابعة ثالث جلسات محاكمة المتهم.